السلام عليكم أعزائي الطلبة، بالنسبة للفيديو تاع اليوم على بالي بليكم حابين تعرفوا شنو هو الفيديو تاع اليوم. حيكون سبيسيال لمنهجية الإجابة على تعليمة فسر أو على الفعل الأدائي فسر عفوا، خلاص معناها تابعوا هذا الفيديو اللي حيكون فيديو يعني روعة اللي حتفهموا كيفاش تقدروا تجاوبوا على سؤال فسر، كيف تقدروا تطرحوا أسئلة على روحتيكم باش تقدروا تجاوبوا، كيف هتديروا تخدموا يعني بالطريقة المباشرة والطريقة العكسية، أيضا تعرفوا وين تيصرح لي يعني أنواع التصريح بهذا الفعل الأدائي، يمكن يكون يعني مصرح أو يكون ضمني. هذه كل حاجة تعرفوها إن شاء الله بربي في هذا الفيديو. برك حاجة نوصيكم بها، الفيديوهات المنهجية تتطلب تركيز كبير. ما تكون تشوف فيديو ركز، كي تحبس دير سباس يعني حبس الفيديو، عاودوا لي شوية اللور، عاود تشوف هذه الفكرة، ما تخليش فكرة تروح لك بلا ما تفهم. خلاص ربي يوفقكم، سلام.